www.adrasjo.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا حبايب القلب، معكم محبكم الأستاذ عرفات حسين القزعة مدرس اللغة الإنجليزية. أكيد كلكم شاف الفيديو تبع الأوقات وعرفتوا 70 كلمة من أهم الكلمات اللي بتدل على الوقت. تمام. الآن شو بدنا نطلب منكم؟ الآن بدنا نحكي عن أعضاء الجسم، بدنا نختار 80 كلمة اللي هي أهم عضو أو أهم أجزاء الجسم. يفترض هذا الفيديو يصل لكل سكان الأرض. شو السبب؟ لأنه لمينا كل أعضاء الجسم بهذا الفيديو. تمام. شو المطلوب منكم لما تشوف هذا الفيديو؟ تروحوا تشتركوا بقناة اليوتيوب وإن شاء الله الفيديو هذا ينال على إعجابكم. على بركة الله نبدأ. شو بحكي لي؟ The parts of the human body. نبلش بكلمة parts. شاني parts؟ أجزاء. شاني parts؟ أجزاء. احكوها. شاني parts؟ أجزاء. شو معنى human؟ بشر. human بشر. body جسم. نعيد. شاني parts؟ أجزاء. شو يعني human؟ بشر. طب شو يعني body؟ جسم. لما واحد بقول لك انا والله اشتريت بلوزي بادي، شو يعني بادي؟ على قد الجسم. تمام. الان نعيد مره ثانيه. بارتس اجزاء، هيومن بشر، وبادي جسم. نبلش باعضاء الجسم من فوق لتحت. هيد راس. هيد راس. اذا شو هذا اسمه؟ هذا راس. شو معنى راس؟ هيد. كويس. شو معنى شعر بالانجليزي؟ هير. شعر هير. شو معنى جبين؟ فورهيد. هذا فورهيد. اذا هذا جبين فورهيد. نعيد. هيد راس. شعر شو معنى هير؟ فورهيد جبين. نبلش فيس. كلنا بنعرف فيسبوك. شو يعني فيسبوك؟ شو معنى فيس لحالها؟ وجه. تشيك خد. هذا الخد تشيك. تمام. اي عين. اي عين. تشا فك. فك الانسان. تشا فك. تشا فك. نبلش الاي لاشز. طلع علي هون. هدول شو اسمهم؟ رموش. شو يعني رموش؟ اي لاشز. احكوها. اي لاشز. اي لاشز. طيب الفتوا هاي الكلمه. اي برو. هاد حواجب. بتروح الصبيه على الصالون بتقولها والله سوي لي اي برو. شو يعني اي برو؟ الحواجب، حاجب. اي برو. طيب اي ليد. وين جفن الانسان؟ هاد اسمه ايش؟ eyelid. شو اسمه؟ eyelid. نكمل. شو معنى اذن؟ air. اذن air. هاي الذان شو معناها؟ اذن air. هسا في شيء اسمه بالعربي شحمة الاذن، يعني هاي اللي هي النازلة من الذان، هاي بسموها earlobe. earlobe. طيب طلعوا لي على اللحية، هاللحية البيضة الغانمة شو معناها؟ beard. لحية. beard لحية. طب الشوارب شو معناها؟ mustaches. مستاشز شوارب. طب شو معنى فم بالانجليزي؟ ماوث. ماوث فم. جينا اسنان، شو معنى اسنان؟ تيث. في توث. توث لحالها مفرد تعني سن، لكن اسنان شو معناها؟ تيث. تيث. الاسنان قسمين، في upper teeth في lower teeth. شاني upper teeth؟ الاسنان العلوية هاي كلها بسموها upper teeth. تمام. طب شو معنى الاسنان السفليه؟ بسموها lower teeth. طيب تمام. هاي الكلمه بدنا نلفظها 6-7 مرات. تانغ. تانغ لسان. تانغ لسان. تانغ لسان. هاي الشفه اسمها لب. لب. شو اسمها؟ لب. طيب نيفل صوره البطن. هاي البطن فيه سره، هاي مش عارف كيف اجت هاي الكلمه هون. بالات الحنك. هارد بالات الحنك الصلب. سوفت بالات سقف الحلق. تشين الدقن. دقن الانسان هذا اسمه تشين، مش اللحيه. هذا تشين. تشا هاي وردت مره ثانيه. فك. شو معنى رقبه؟ نك. شو معنى رقبه؟ نك. رقبه نك. باك الظهر. ظهر الانسان بسموه باك. باك. منطقه الصدر هاي اسمها تشست. تشست. تعال نعيد بشكل سريع. بارتس اجزاء، هيومن بشر، بادي جسم، هيد راس، هير شعر، فورهيد جبين، فيس وجه، تشيك خد، اي عين، تشا فك، اي لاشز رموش، اي برو حاجب، اي ليد جفن، اير اذن، اير لوب شحمة الاذن، بيرد لحية، مستاشز، مستاشز شوارب، ماوث فم. شوف هاي توث سن، تيث اسنان، ابر تيث الاسنان العلوية، lower teeth أسنان السفلية. هاي الكلمة نلفظها كثير. tongue. tongue.
لسان، لب، الشفة، نيفل، صورة البطن، بالت، هارد بالت، سوفت بالت، تشن، تشو، تشا، شو نرفض هاي؟ تشا، تشا، نك، رقبة، باك، ظهر، تشس، صدر. إذا أخذنا أهم 35 كلمة، يلا ننتقل على الجزء الثاني، بالنص الثاني من أجزاء مين؟ جسم الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد عشان نأخذ الجزء الثاني من أهم أعضاء الجسم في الإنسان. الآن نبلش في شيء اسمه arm ذراع. شو هي arm ذراع؟ ذراع الإنسان هاي بسموها arm. شو اسمها؟ arm ذراع. طيب تمام، شو معنى ركبة؟ knee. حرف الكي شو ماله؟ ما بلفظه. ركبة الإنسان knee. شو معنى ركبة؟ knee. ركبة knee. كويس. شو معنى رسغ؟ rest. رسغ الإنسان هاد هاد اسمه rest. حرف الدبليو ما بلفظه. rest. backbone عظام أو عمود الفقري. شو معنى يد؟ hand. backbone عمود فقري، hand يد. شو معنى palm؟ راحة الإيد. هاي كلها بسموها، هاي كلها بسموها hand. هاي زي ما بسموها الكف، هاي بسموها palm. palm. بلشنا. thumb finger هذا الإصبع، هذا هذا هاي الإيد صح؟ هذا اسمه thumb. index finger هذا الindex، index finger. middle finger الأصبع اللي بالوسط بسموه middle finger. ring finger شو معنى كلمة ring؟ خاتم اللي بنحط فيه الخواتم بسموه ring finger. وlittle finger الإصبع الصغير. نعيده مرة تانية، أصابع اليد كم واحدة؟ خمسة. هاد بسموه thumb. شو اسمه؟ thumb. هاد index السبابة، index. الوسطى بسموه middle، وسط middle. اللي بنحط فيه الخاتم اسمه ring، ring. طب الصغير اسمه little finger. تمام؟ تمام. nail الإظفر، إظفر الإنسان. nail، nail. stomach بطن أو معدة. leg رجل. ثاي، شفتوا كلمة ثاي؟ هدول الحرفين ما بلفظهم يا حبيبي. ثاي الفخذ تبع الإنسان. ثاي. ني تكررت ركبة. هيل كعب. هيل النسوان بقول لك أعطيني هاي هيل، كعب عالي. هيل. شو هاي الكلمة تلفظ؟ فوت. شو تلفظ؟ فوت قدم. جمعها كلمة فيت أقدام، جمعها كلمة فيت أقدام. تو إصبع الرجل، تو إصبع الرجل. برين أو مايند دماغ أو عقل، برين أو مايند دماغ أو عقل. يو آر هارت شاني هارت قلب. لما واحد يقول لك إيش يا هارتي، يعني إيش يا قلبي؟ هارت قلب. لانجز رئتين، لانجز رئتين. استومك معدة أو بطن، كدني كلية. انتستن أمعاء، ليفر كبد، ليفر كبد. نعيده مرة تانية يلا. آرم، آرم ذراع. ني، ني ركبة. رست رسغ الإنسان. باك بون عمود الفقري. هاند اليد. بالم راحة اليد. بالم. ثم هذا ثم. اندكس ميدل فينجر الإصبع اللي بالوسط. رينج فينجر الإصبع بنحط فيه الخاتم، رينج. ليتل فينجر الإصبع الصغير. نيل اظفر. ستومك بطن أو معدة. لج رجل. ثاي تجيب الأتش ما بلفظهم، الفخذ. ني حرف الكي ما بلفظه، ني ركبة. هيل زي ما النسوان يقول لك هاي هيل، كعب. فوت قدم، فيت أقدام. إذا شو تلفظ هاي الكلمة؟ مش فوت، فوت. تو إصبع الرجل. برين أو مايند دماغ. حلو. شو معنى هارت قلب؟ لما بدك تدلع واحد تقول له إيش يا هارتي، إيش يا قلبي. لانجز رئتين. ستومك معدة. كدني كلية. انتستنز أمعاء. وليفر كبد. هيك احنا خلصنا من 75 ل 80 كلمة من أعضاء جسم الإنسان. شو المطلوب منك؟ تكتبهم على ورقة وترسل لي إياهم، أو إذا أنت مش مشترك بالقناة، قناة أستاذ عرفات أو تيشر عرفات، هيك صار عندنا القاموس الثاني من قاموس المفردات. انتظرونا يوم الخميس حتشوفوا قاموس المفردات لإشي كثير مهم في حياة الإنسان. اتفقينا؟ كلوا يا رب وربنا يوفقكم. Big heart. www.adrasjo.com